سيد السودان لا يمكن مثل العصا السحرية اللي قلب هذه المعادلة والتخلص من ملفات الفساد في العراق خلال فترة قصيرة جدا، هي ستة أشهر الموضوع صعب جدا. يعني حتى لو تحدث عن هذه الشعارات اللي تحدث بها سيد السودان هي شعارات تم رفعها من عدد ليس بالقليل من الشخصيات السياسية وأيضا من المرشحين ومنهم من تسلم الحكم خلال فترة السنوات الماضية لفترة 20 سنة. هذه ملفات فساد قد تجذرت ومن الصعب جدا قلعها من جذورها، يعني الموضوع يحتاج إلى تغيير جذري تماما، وهذه خلال هذه الفترة من الصعب جدا أن يغير. يعني ما يتحدث عنه ليس بقضية سهلة جدا، قضية صعبة جدا، لكن هي محاولة. لكن رغم هذه المحاولة هنالك ضغوط مهمة، ضغوط كثيرة جدا، ضغوط إقليمية وضغوط داخلية وضغوط سياسية، وأيضا يحتاج إلى ترتيب الأجواء ما بين دولة القانون المالكي وبين السيد الصدر. وهنالك ضغوط كثيرة جدا، وانسحابات السيد الصدر لها تأثير كثير جدا، وهنالك من يحاول أن يستغل مكافحة الفساد داخل الحكومة العراقية لتصفية الحسابات، وهنالك استغلال لهذا الموضوع، وهذا استغلال واضح بان جدا حتى في داخل الحكومات. يعني الحكومة لما تشكلت الحكومة ضمن وسط المحاصصة السياسية، وإذا هذا الموضوع الرئيسي اللي هو بحد ذاته ويدخل في قضية الفساد المحاصصة السياسية، وتحدث رئيس الوزراء السيد السوداني أنه لن يغير مكاتب الوزراء، لكن الوزراء الذين تسلموا الزمام الوزارات اللي تم اختيارهم لها أول ما قاموا به هو غيروا المكاتب وبدأوا التغييرات في داخل الوزارات، والتغييرات استمرت لتشمل الجميع، يعني تشملت عدد كبير جدا. وهنالك محاولة من ما يسمى بقطف جناح التيار الصدري في الحكومة التنفيذية، منهم الدرجة الخاصة ومنهم من استلم في فترة السابقة والسنوات الماضية، هذا بحد ذاته يدخل في صراع، فالطبيعة تدخل في صراع سياسي أكثر مما هي عملية مكافحة الفساد. هذا الموضوع سيدخل في قضية كبيرة جدا، وقد لا نعلم ماذا سيحصل. وإضافة إلى الضغط الإيراني في هذه الفترة، باعتبار أن السيد السوداني حاول التقرب من الجانب الأمريكي ومتابعة السفيرة الأمريكية للوضع العراقي حتى قبل تشكيل الحكومة، وخلال فترة تشكيل الحكومة السفيرة الأمريكية كانت على متابعة وقرب للسيد السوداني لمتابعة تشكيل هذه الحكومة. هذا بحد ذاته ينذر بخطر الخطر للإيراني، باعتبار أن إيران لديها مشكلة كبيرة مع الإيران وملف النووي الإيراني. وصلت الفكرة سيد.